التوكل على الله من أعظم أسباب جلب الرزق. اتعلموا التوكل من أمكم هاجر، المرأة ضعيفة ومعها رضيع ضعيف سرق من شدة الجوع، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، وما اكتفت بمرة بل سعت 7 مرات ولم تكن ممهدة. ده جبال وحجارة وشمس حارقة ومكان خلا ليس فيه أحد، يعني بيئة مرعبة، ومع ذلك تسعى من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا 7 مرات وترتقي إلى شاهق وتنظر لعلها ترى عين ماء أو ترى قافلة مارة أو، فلم تجد شيئا. وفي آخر شوط وهي على المروة سمعت خرير الماء، جاء جبريل وضرب الأرض تحت قدم إسماعيل بريشة من جناحه فانفجرت زمزم. التوكل، الأخذ بالأسباب. اتعلموا التوكل من أمكم مريم، امرأة بعد الوضع في حال الضعف، ربنا يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب وفي واحدة ست تقدر تهز نخلة من الجذع؟ أولا راجل، ده عايز 10 رجالة عشان يمسكوا جذع النخلة من أسفل ويهزونها. طب دي امرأة ضعيفة وبعد الوضع، يعني ضعف على ضعف على ضعف، هي بمجرد أن وضعت يدها على النخلة، وقال بعض المفسرين كانت يابسة اخضرت، وفي لا وقت طرحت، وفي لا وقت البصر البلح الأخضر بقى بلح أحمر وبقى رطب وأخذ يتساقط عليها. أنت المطلوب منك إيه يا ابن آدم؟ أن تأخذ بالأسباب فقط. توكلوا على الله، خذوا بالأسباب يأتيكم رزق الله عز وجل. رابعا من أسباب جلب الرزق صلة الرحم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يزود له في رزقه، اللي عايز ربنا يبارك له في عمره فليصل رحمه، هكذا جزما فليصل رحمه. صلة الرحم لها ثمار عظيمة ولها فوائد جليلة، فهي شعار الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، شعار الإيمان. من أسباب البسط في الرزق، من أسباب الزيادة في العمر، من أسباب دفع ميتة السوء صلة الرحم، من أسباب محبة الله ومحبة الملائكة ومحبة الصالحين. وكيف تكون صلة الرحم؟ تكون بالزيارة، بالهدية، بالإحسان على فقيرهم، بعيادة مريضهم، بزيارة صحيحهم، باحترام كبيرهم، بالعطف على صغيرهم، بكل سبب تدخل به السرور على أهلك، وبكل سبب تدفع به الشرور عن أهلك، هكذا تكون صلة الرحم. خامسا من أسباب جلب الرزق وزيادته الإنفاق. استنى يا عم الشيخ، بقى أنا عايز فلوس، تقول لي من أسباب جلب الرزق أن أصرف اللي عندي، أن أخرج مما عندي؟ إي والله هكذا قال الله عز وجل في قرآنه، وهكذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الإمام ابن كثير أي مهما أنفقتم من شيء في طاعة الله فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب. الله أعطانا كل شيء وأمرنا أن نخرج أقل شيء، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. أعطاك المال كله وأمرك أن تخرج أقل، ووعدك أن يخلف عليك بالخير في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. طب صدق النبي ولا لا؟
انت مصدق ربنا ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، طلع اللي تحت البلاطة، ساعد الأيتام والمحتاجين، أنفق، أنفق عليك. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ما احنا بنصرف في السفه كتير، بنصرف على البطون كثيرا، بنصرف في الفسح على الثياب كتير. أنفق على المحتاجين، دي التجارة الرابحة، دي الباقية، دي التجارة التي لا تبور. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رواه البيهقي وصححه الألباني، بل روى البخاري حديثا جميلا جليلا، قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يا رب اخرب بيت البخلاء، اخرب بيت الممسكين. الملك بيدعو عليه إن ربنا يتلفه، إن ربنا يتلف ماله، يزيل النعمة من وشه. من أسباب جلب الرزق وزيادة الرزق الإنفاق. والسؤال: ولماذا يبخل الناس بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه الأحاديث؟ لأنهم يسمعون لإبليس ويصدقون إبليس، وإيمانهم في تصديق وعد الله ضعيف. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.